بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين ومتابعي ومحبي برنامج عسل سوداني، حباكم عشرة وحلقة جديدة من البرنامج اللي بيهتم بالمواهب الشبابية، الغناء، الرسم، الدراما، المسرح، التمثيل، كل مجالات الفنون، التشكيل، التصميم، الديكور، تصميم الأزياء، كل الضروب الفنون أكيد، والغناء من الضروب الثابتة أو من أنواع الفنون الثابتة في برنامج عسل سوداني. والليلة العسل السوداني معانا من شرق دارفور الحبيبة إبراهيم آدم عبد الكريم، حبابك عشرة، مرحبا بك في عسل سوداني. عليكم السلام، منورنا الليلة. الله يعطيكم السلام ورحمة الله يا غناة عم درمان، أحييكم إن شاء الله في غضونكم ودمتم ان شاء الله في ازدهاركم ان شاء الله. نتمنى ان شكرا جزيلا، وان شاء الله اكيد حتكون حلقه مميزه، لانه احنا دائما في قناه دمان نحب يعني دائما التراث دارفور الكردفاني وغرب السودان عموما. حبابك ثاني. ومعانا برضو العسل السوداني الصغيرونة ايثار يوسف، حبابك عشرة ايثار منورانا الليله في عسل سوداني. اهلا بكم انتوا، وانا سعيده اني اكون معاكم هنا برضه. احنا قلنا عسل سوداني صغيرونا لانك ما شاء الله اصغر ضيفه عندنا في عسل سوداني مما بدينا تسجيل عسل سوداني، ما شاء الله عليكي. وحنعرف كثير عن ايثار الفنانه اكثر حاجه، واكيد اللي حنشوف رسومات كثيره من رسوماتك الرائعه الاكبر من سنك اكيد. ان شاء الله برحب بك تاني. شكرا لك. وحنرجع دائما احنا متعودين في عسل السوداني مع الفن والغناء والبدايه، عندنا تحيه غنائيه بتكون حتسمعنا شو؟ كلمات سليمان عطيه امشامه. نستمع مع بعض لابراهيم اللي هو حيرافقه في العزف حاتم موسى على الاورج، نستمع ونجي نواصل عسل السوداني، تعبوا معنا. قالوا أباني عيوني فاك تمنمها، داريت همومي صبرت رجل بني يا أمشانا. نومي من قالوا أباني عيوني فاك تمنمها، داريت همومي صبرت رجل بني يا أمشانا. شايلة نومي بريتا طولت ما لقيتها، شايلة نومي بريتا طولت ما لقيتها، نومت قلبي صبرت اشتقت لها رجيتا، نومت قلبي صبرت اشتقت لها رجيتا. نومي ما قالوا أباني عيوني فاك تمنمها، داريت همومي صبرت رجل بني يا أمشانا. الشايلة نومي بريتا طولت ما لقيتها، شايلة نومي بريتا طولت ما لقيتها، نومت قلبي صبرت اشتقت لها رجيتا، نومت قلبي صبرت اشتقت لها رجيتا. نومي ما قالوا أباني
عيوني فاقدة ما لمها داريت همومي صبرت راجل دنيا مهما تطول يا ريت تجيني يا ريت وبرجاها مهما تطول يا ريت تجيني يا ريت قلبي حنى عليها وجهها ما داويت قالوا بمال وباني عيوني فاقدة ما نمها داريت همومي صبرت راجل مني مهما تطول يا ريت تجيني يا ريت برجاها مهما تطول يا ريت تجيني يا ريت قلبي حنى عليها الوجع ما داويت قلبي بمال وباني عيوني فاقدة ما نمها داريت همومي صبرت راجل بيني امشى ماما خبراني حسادي حنوا علي يا ما مشى ماما خبراني حسادي حنوا علي يا ما مشى ماما خبراني وما عارف اللي يا ما نومي مال وعبالي عيوني فاقدة ما نمها داريت همومي صبرت راجل بيا مشى نومي مال وباني عيوني فاقدة ما نمها داريت همومي صبرت راجل بيني امشى داريت همومي صبرت راجل بيني امشى داريت همومي صبرت راجل بيني امشى داريت همومي صبرت راجل بيني هيا مشى جميل جدا يا ابراهيم ودائما تمتاز القصائد الدارفوريه وغرب السودان عامه بالقصه اللي بتكون من خلال الاغنيه وام شامه اكيد لو سمعت الكلام ده يمكن كانت هنا على كتب الكلمات اكيد وشكرا لك ابدعتها شكرا لك نرجع لك طبعا اكيد عشان نشوف التفاصيل والقصص من خلال الكلمات والالحان والاغاني الدارفوريه او شرق دارفور بالذات المميز جدا همشي لايثار ايثار كلميني عن نفسك شويه وانت يا ده في مقتبل العمر وزي ما قلت انه الرسمات بتاعتك انا بتعب كل شويه بشوف الحاجات الظريفه اللي قدامنا دي اكبر يعني من سنك كلمينا عن نفسك شويه وبداياتك كانت من متى أنا اسمي سار يوسف بقرأ في جامعة النيلين كلية الهندسة في المستوى الأول هندسة اتصالات بداية الرسم أصلا الرسم عندنا وراثة بابا الله يرحمه كان برسم هداك أنا طلعت من البيت يعني أنا الوحيدة من ناس البيت برسم ثاني من بيتك وأنت الوحيدة بتعرف في عندهم مواهب ثانية غير الرسم ولا أنت بس ورثتي منه الله يرحمه لا انا بس انا بس برسمهم ما عندهم ما في مواهب ثانيه غناء تشكيل اي موهبه بقى. يعني انت الوحيده الموهوبه هذه مواهب هي اساسا سامعين لك بالمناسبه حيكونوا اخوانك في البيت اكيد بنقدم لهم كلهم التحيه في الرسم ذاته بالتحديد عندك اي نوع من الرسم بترسم برسم جرافيتي وكرتون هي كتابه يعني الجرافيتي يعني الرسم اكثر شيء بيكون
شكلك كتابة. كتابة ويعني مشخبطة وكده يعني. مشخبطة مرات الناس برضو بيشوف الرسم عبارة عن مشخبطة. أنت بتشوفوه كيف؟ كله شخبطة وكله هسه كم زول يعني بشوف رسماتي رات بقول لي انت شخبطتيها وكده، لكن الشخبطة ذاتها بتاعت نفسها حلوة. عندها معنى اكيد. اي ابراهيم ترى شنو في الشخبطة بتاعتها؟ بتشوف الفن دائما يعني او الرسمات هي عبارة عن شخبطة ولا عندها؟ والله الرسم ذاته نوع من القواعد يعني. الرسم هو طبعا كفن يعني هو نوع من الفن الجميل يعني زي ما بيقولوا يعني النقراوي نقرأ يضرب الطير هو جننا. يلا يلا دائما الفنانين يعني مصاحبين مع الفن، كون الفنان يكون هو فنان مغني وده فنان رسم ممكن مصاحبين بعض ما عندهم ابعاد كثيره خالص في النهايه كمان يعني كيمياء. بيناتهم في كيمياء نعم. جميل يعني. كلمنا برضو عن نفسك انت شويه. انت قلت انت يعني قبل التسجيل يعني اتولدت لقيت نفسك كده فنان، كلمنا على البيئة ذات اللي انت اتولدت. البيئة حقتنا اساسا جميلة جدا، محلية عديلة، ممكن مناطق حواليها كارينكا وممكن غربها منطقة كبيرة جدا اسمها الضعين، لكن احنا شرق منها طوالي. الشرق يعني ممكن يكون شمالها بكارينكا، شرقها جد السيد، التعلبة، الناير، المزروب، دي المناطق الموجودة فيها الطنبور. زمان الان بيقول لهم الزقنديه، يعني اي زول عنده عمه كبيره وعنده خيزرانه بنمشي الحفل طبعا. شو الحفل؟ يلا بنسمع من الناس الاكبر مننا شويه يعني في العمر. انت صغار واحنا صغار كنا بنقرا المدرسه لما الاجازه بنتابع الناس الطنبار، عندنا الرضي زكمبك، عندنا العيوز، عندنا خديجه مرطوطه الحكامه، طبعا دي حكامه موجوده كبيره خالص من احدى بعيد مشهوره يعني مشهوره نعم، حتى اشتغلت في الاعلام يمكن صوتها مجاز في الاذاعه والتلفزيون من احدى نميري زمن طويل يعني. فقمنا صغار لقيناها يعني هي عمتنا. فاما احنا قمنا كزقنديه واصبحنا بنغني الكدندايه، والكدندايه طبعا هي لعبه متفرده يعني البنات بيجيبها الصف والرجال بيجيبوا في صف ثاني، ويلا احنا بنغني وبنختار البيت الدرس ترقص معاه، يلا الواحد بيعكازه انت بدك كراك تضرب كراك ضربه معينه لغايه ما تصل البيت وتديها بالخيزرانه بانك تختار عشان ترقص معك. اي نعم. وفي النص بتجي بتجي بقعدك تجنبه، كل واحد والضربه بتكون ضربه رقصة الكدندايا. يا سلام. دايسه لما كبار ولا صغار؟ إثارة كده شايفين الحوار ده. يلا جاوب على سؤالي. فالمهم يعني احنا اصلا يعني رقصة الكدندايا طبعا هي ما هي تراثيه، طبعا اي قبيله عندها تراث وعندها عادات وتقاليد. يلا احنا قبيله المعاليه بالذات عندنا الجراري ومصاحب مع قبيلة الحمر، يمكن جيران مننا شرق عندهم الجراري، وزي ما انت عندك التربول في راسك عندك الودع وبتاع، دي نوع من جماليات المرأة يعني ما كويس معلش دي جماليات. أكيد. هاي جماليات يعني للمرأة الغربية مثلا. عندك الشنابلة في شمال كردفان هنا طبعا ده ممكن يقعنا معاهم واحد الجراري هو مثلا البل يعني مشترك نعم. يلا عندنا رقصه الحسيس والكدندايه كلها رقصه الله ممكن من تغري الطيور يعني جد يعني من تغري الطيور. يلا اي ناس اختارت منه الحته العايشه فيها منه تغريد الطيور اللي كيفها ما عندنا مصورج عندنا المنقور عندنا طيور كثيره شلنا منها الالعاب من احد بعيد ما اليوم يعني ما الوقت الراهن. فيلا يعني كل ما زمن بيجي جيل بصارع جيل. اصبحنا ناس حاليا الجيل الموجود ده ندي الجيل الموجود اللي دورانا ده يحتفظ بتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا للجيل الاخر عشان حتى ناس تتواكب في ده المطلوب عامه ما في اي نعم ايوه. هسه عندك في الشمال عندك الطنبور طبعا مصاحب معروف الطنبور فيه رقصه وفيه جلاليب وفي صفقه فيه قاع جميل جدا جدا. يلا برضو احنا نفس الاحساس عندنا رقصه جلاليب عندنا الطنبور، اما طنبورنا يختلف ذاك بايقاع يمكن دليب واحنا عندنا ايقاع برضه في عند رقصة برضه بقولها يعني ممكن الكشوك قريب للدليب يعني لما تجي في غاحة دليب. فممكن احنا في النهاية مكملين لبعض ممكن في الشمال في الغرب في الجنوب في أي حتة مصاحبة في السودان ده كله قولت هج قلب السوق الإلبل كلها. يا سلام. اي نعم الله يديك العافية. جميل جدا. اي فالشغل جميل يعني احنا حتى لو كنا في الحضر الحضر ده طبعا منبع العلم وكده. يلا احنا ناس لما نيجوا مثلا من برا ويجوا خاشين داخل الحضر حقيقه يعني بكون في حاجات مختلفه لديهم، لكن مدى ما يعيش معهم الايقاع الفتره الطويله بتاثر بالبيئه اللي عايشه حاليا في الحضر. فيلا انا لا يمكن لي كفنان مثلا في الغرب ونجي مثلا هنا في داخل الخرطوم ونخلي عن تراثي وعاداتي وتقاليدي. لا يمكن. انت سفير ايوه بالضبط من المنطقه بالضبط يعني لازم اكون في نفسي يعني. واكيد الخرطوم دائما يعني هي محل اللي بيحتضن فيه كل الثقافات بالضبط نعم الثقافات هناك نعم. يلا هناك عندنا طبعا الاريد، الاريد دي طبعا منطقه صغيره كلمه بتتكون من 10 15 بيت
اسم العريض منطقه صغيره يعني ده عريض ناس فلان ده الفريق بضل فريق على الفريق الفريق ده هو معصو يعني فيه البني بتاع الفريق وبني الاريت يختلف ده مبني بحب بيتقش اللي هو بيقول الكوزي بعدين بيقول يسموه الكوزي احنا بنسميها القطيه اي ناس عندهم عادات وتقاليد بيسموا اسمهم يلا احنا بنكمل على الكوزي يلا الاريت منطقه بتكون من 5 6 7 7 بيوت بيسموا اريت بيقول بيكونوا اهل ولا بس بيكونوا اهل اي عشان بيت واحد يعني جميل ايوه جزء ممكن يعني احنا طبعا ناس دارفور يعني بعاداتنا وتقاليدنا يعني اي زول يقول لا اله الا الله محمد رسول الله وفقعد معك فتره وجيزه ممكن يكون معك يتزوج منك يعني جد يعني جميل. ممكن يتزوج وبناتنا الدين يعني بحكمنا الدين اخلاق الدين يعني فنعم بارك الله فيك اديك العافيه لسه يعني يمكن حنعرف كل تاريخ منطقه شرقي دارفور وانت شكلك يعني غير الفن متبحر في الجغرافيا وفي التاريخ نحمد وفي الله التراث اكيد حنستفيد منك كثير ونشوف نرجع لايثار ثاني ايثار والطالبه الصغيرون وقلنا البدايات قلتي بديتي قبل التسجيل من رابعه ابتدائي بديتي اول حاجه شخبطتي براكي ولا الوالد يعني هو يعني كان يعني بيقول لك تعملي كده ترسم كده بابا كان موجود كده اصلا يعني في البيت راسم لنا كم حاجه في البيت وعامل لنا كم كان عامل لنا غزاله ونمر وصقر صقر لحد الان قاعد يعني جميل بس يعني شفت بابا بيعمل كيف احنا بنعمل قلتي يعني وليش ما انت بالذات الله اداني كده يعني انت ما سعيتي انك يعني تبقي يعني زي كل فتاه زي ما يقولوا بابيها معجبه ما سعيتي براك كيف يعني ما سعيتي انت براك يعني جاء الحاجه دي مما اتولدتي مع انك اكتشفتيها قلتي متاخر يعني في رابعه يعني ما من بدري جميل جدا طيب المواهب الاخرى الغير اللي عندك الجرافيتي وكرتون كرتون بترسمي رسمات كرتونيه ما عندك نوع رسم ثاني ما جربته ثاني ما جربت لو جربتي ممكن يعني جرافيتي ثاني هذا جربته بدايه شهر 10 هنا معناها يعني انت الحاجه في جواك اي بس التجربة بس ما جربت شغاله هسه كده بالمنظمه كل بالدور يعني ما شوي اي جميل تجرب شوي شوي شايفه في رسماتك في رسمات اكثر حاجه الطابع بتاعت الرسومات الكرتونيه ليه اخترتي بالذات يعني المجال ده هل لانه واضحه الملامح ولا السبب شنو الكرتون اصلا الطفوله احلى ذكرياتي اها ولسه انا مع الطفوله يمكن واحد من المصورين يركز لنا مع الدبدوب ده المصاحب لايثار في اي مكان في اي زمان في اي زمان زي ما قلتي وورينا السر بتاعه شنو اسمه منو وليه يعني طوالي معاك كده ده جابوا لي اخوي الكبير يعني زي ابوي هو بقى ايوه بس بشيله معي في اي مكان الجامعه الجامعه دي شويه صعبه بتشيلي معك الجامعه بتكون ماسكاوي يعني قدام الناس عادي ولا في الجامعه شنطتي برضه عندي شنطه برضه طبيعي معي جايه مع اللبسه ما جايه ما يعني ما من نوع الناس اللي بيقول لك لازم تجيدي معادي ولازم تجي معادي متطقمي يعني لبسي انا معي مطقم لكن الشنطه لازم اشيلها معي والدبدوب لازم الدبدوب اسمه منو؟ بعرف عليه جامبول 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 هو شخصية طبعا من الشخصيات جامبول كرتون. شخصية كرتونية وسميتها على دبدوبي ده لانه ما بتشابه ما بيشبه جامبول ما بيشبه جامبول اي بس انا بحب جامبول عندنا شديد عندنا ثقافة كرتونية برضه يعني ما بنجيبكم لكن عندنا ثقافة كرتونية جميل انت في اللحظة انا بتحاور مع ابراهيم اختاري لنا حاجة يعني تختاري شنو ورينا انت حتكتبيها ولا ترسميها تورينا ليها وتبديها يعني اثناء الحوار تكوني شغالة فيها اكتب لكم عسل سوداني وطريقه الجرافيتي جميل جدا تبدي ونرتاح شويه مع فاصل وانتي ابدي لنا الرسمه ونواصل حوارنا معك ومع ابراهيم فاصل ونواصل ثاني عسل سوداني أنا لكم من بعد الفاصل أعزائي المشاهدين ومتواصلين مع عسل سوداني مع إبراهيم آدم الفنان الدارفوري وإيثار وإيثار بدت في الكتابة وإيثار حتكتب عسل سوداني باللغة الإنجليزية وإيثار
معانا ولا مع الرسمه ولا مع الاثنين؟ خليتني مع بعض. جميل جدا. عايز اسالك اثناء ما بترسمي، ما دام انت بتكوني مركزه مع الاثنين، تورينا ليه بتحبذي انك تكتبي باللغه الانجليزيه اكثر من اللغه العربيه؟ لانه الحروف تحت الانجليزي يعني بقدر اتفنن فيها، ممكن احط الحرف فوق تحت كده، لكن العربي لازم يعني كده يكون ملصق مع بعض وكده. ما ممكن اكتب كل حرف برا اكيد باللغه العربيه. ايوه ترفعي فوق تنزلي تحت ده بيصير يعني. بعدين في كابيتال وسمول برضه ما زي ما زي العربي. ما زي العربي. جميل جدا ليك كل المساحات اللي هي. هرجع لابراهيم مره ثانيه. ابراهيم برضه عايزين نبذة صغيرة عن الآلات قبل ما نسمع اللحن الجاي، الآلات اللي أنتم بتستخدموها، طبعاً ليلى أنت مصاحب ليك الأورج، والتحية طبعاً أكيد لحاتم اللي بيعزف لينا الليلة، والآلات لكن حقتكم أنتم الأصلية بتاعت دار فوق. أكثر حاجة عندنا رقصة الدلوكة. الدلوكة دي طبعاً كلها عامة السودان عندها رقصة الدلوكة اللي هي الصقرية، الواحدين من الشيخ بيقولوا الصقرية. احنا لها مسميات دلوكة. الدلوكة وزايد عليها يعني دي بعملها في اثناء الزفات. يعني في زفه في ايام المناسبات، في طهار، في زفه كده دق الدلوكه والناس بتنجز يعني الدلوكه براها. دي ايقاعاتنا. عندنا ايقاعات اللي هي ايقاعة الكلندايه زي ما قلت لك قبل، والطنبور ذكرناه والطنبور برضه كله يعني ايقاعه صفقه، ما قاعدين نستخدمها مثلا بآله مصاحبه يعني. اما احنا طال الزمن كده قمنا دخلناه في حداثه الصفقة، لكن ما زالت الصفقة في ذات محلها، لكن النوتة الموسيقية خلتنا عندنا مساحة. بعد ما درسنا الموسيقى عرفنا كنا مساحة عشان الواحد يمكن يدخل عمله ذاته في حداثة. والصفقة دي سر عشان هل هي بتوزن الغنى، الغنى ذاتها، الغنى واللحن بتوزن الكلام مع مصاحبة مصاحبة للرقصة وكده. نعم ايوه. يلا 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 لو ما زول ما صفق اللي غناه، عدم وجود الآلات الموسيقية ولا كده، يعني الصفقه دي هي بتوزن العمل اللي انت قاعد بتغنيه سواء كان قدام ناس ولا غير ناس اخرين ان شاء الله. جميل. كلمنا عن اصيله. اصيله كويس. الاصيله هي كلماتي والحاني. يا سلام. يعني تقدر تكلمنا عنها شويه قبل جدا ما نسمع؟ اي نعم. ورينا نعم. يعني تصير شنو في اصيله. اصيله يعني هي اصلت ببلدنا يعني في النهايه. اصيله كان هي موقف طيب من الايام، طريف جدا جدا يعني، هي كانت جميلة وتلاقينا في منطقة معينة ولقيت يعني وهي جميلة جدا. ف هي موجودة ما خيالي؟ لا ما خيالي، موجودة. جميل نعم جدا. فأصيلة هي يعني بتوصف على البنت الأصيلة، بنت القبيلة يعني. وتكلمنا عنها هي أصيلة جات ترنة مثلا، كلمة الترنن نوع من الشيء يعني الميلان في مشيها. جات ترنة ونفيسة هي في الجنة وصيدة في خلاكي مدري جناكي وكلام يعني بنتكلم عن الريف يعني على طبيعته الجميله ان شاء الله. اكيد حنتبحر في كلمات الاغنيه وكلمات اغنيه اصيله والحانها اللي هي من الحان ابراهيم. كلمات والحان لازم تقول الفنجري، الفنجري ده اسم المعروف. حنيجي برضه نسالك بعد الاغنيه عن سر الفنجري. الفنجري نعم، هاي بين قوسين الفنجري نعم. احنا عارفين كل الاسرار دي اكيد، لكن حنيجي لكل التفاصيل دي اكيد بعد ما نستمع لاصيله من ابراهيم ادم ونرجع نواصل عسل سودان. أصيلة 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 جت ترنة، أصيلة 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 جت ترنة، جت ترنة نفسها في الجنة، في خلاها مدرج جنا، وفي خلاها مدرج جنا. حتى فوق الجبال تجننت الجهال، حتى فوق الجبال تجننت الجهال، حتى خيط عمر لشيمة طي القمر، برتقان النوم ظلمت شيمة ضوء، برتقان النوم ظلمت شيمة ضوء. حتى فوق الجبال تجننت الجهال، حتى فوق الجبال تجننت يو، حتى خيط عمر غشيمة طي القمر، برتقان النوم ظلم غشيمة ضوء، برتقان النوم ظلم غشيمة ضوء. تمر بلوكي وتاني ما بلدوك، تمر بلوكي وتاني ما بلدوك، أأمن منو حتى الصبيان عزوها،
أمن منو عتصيب عن عزوها تمر بلوكي وتاني ما بلدوك تمر بلوكي وتاني ما بلدوك أمن منو عتصيب عن عزوها أمن منو عتصيب عن عزوها وفي العصرية لمحت لي حورية وفي العصرية لمحت لي حورية ما تحني علي الله خيزران النية حني علي الله خيزران النية وفي العصرية لمحت لي حورية وفي العصرية لمحت لي حورية ما تحني علي الله خيزران النية حني علي الله خيزران النية اصيلة 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 جت ترنا اصيلة 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 جت ترنا جت ترنا نفسه في الجنة وفي خلاها مدرج جنا وفي خلاها مدرج جنا وفي العصرية لمحت لي حورية وفي العصرية لمحت لي حورية ما تحني علي الخيزران النية حني علي الخيزران النية اصيلة 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 جت ترنة اصيلة 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 جت ترنة جت ترنة نفسه في الجنة وفي خلاها مدرج جنا وفي خلاها مدرج جنا حني علي الخيزران النية حني علي الخيزران النية ما تحني علي الخيزران النية حني علي الخيزران النية ما تحني علي الخيزران النية حني علي الخيزران النية جميل إبراهيم وعايزك تكلمنا عن بما إنه أنت الملحن عن اللحن ده نوع من الألحان الدارفوري نعم أول حاجة موضوع أصيلة يعني من البلد يعني مأصل على طبيعتها طبعا عندنا في الغرب مشبعين بالاشجار الجميله وفي شجر ذات اسمه الشحيط وفي الدروت وفي شجر اسمه اللالوب طبعا هو معروف طبعا هنا بيقولوا اللالوب يعني للسبحه بجربان اللالوب الصوفيه اما احنا هنا بنستخدمها لحاجات ثانيه يعني ممكن الطبيعه ذاتها جميله جدا في الرهد في التوكايا التوكايا دي حاجه رهيد بسيط يعني بتجمع ايام الخريف اسمها التواكي يعني الجمع تواكي والفرد يقول ممكن توكايا يعني بزرع عن فيها الحبوبات الضرابة والويكا وكده بزرع عن فيها الويكا وبيعيش عن فيها اللقاء يلا البيت لما تكون طالع من طبيعة الزراعة عندنا احنا اخطر حاجة غذائنا الرئيسي الدخن الدخن طبعا حاجة جميلة جدا يعني يوكل بكل شيء يعني يوكل بكل شيء يعني عندنا مدفانة وعندنا عندنا الأكلة اسمها حليبة حليبة دي أساسا يعني يمكن بعوسوها باللبن وتاني ملحوها باللبن يعني حاجة جميلة جدا جدا وعندي عالي نعم يلا يلا الاصيله انا قصدي في كلمه اصيله اصيله جات تترنى نفسها في الجنه اوصافها في مشيها في عاداتنا في تقاليد في مشيها جات تترنى يعني ما شفت التنه وماشي في طريقها وانا بعاين لها وهي كيف جمالها واوصافها ومن شعرها ومن حاجات كثيره عن يوصف على كشاعر مثلا وحتى يتم الغنى اللحن يعني رغم من الكلمات بعد ذاك يتم حفظ الكلمات حتى يعيش اللحن بيجي وبعد ذاك خش الإيقاع بيجي براو نعم طبعا بيجي براو وأكيد مميزة الأغاني الدارفورية
الإنسان لما المستمع العادي يستمع لها بيقوم بيتخيل الشكل، يعني بيتخيل إنه كأنه في قصة، يعني أنت هسه أسمع ما بتغني أنا بتخيل في أصيلة دي في أصيلة نعم بالضبط في مشيها وفي قدلتها وزي ما بقول نعم صورة نعم مبدعة يمكن نعم ورسم زي رسم أي نعم أيوة اللي بترسمه إيثار هذول زي الكتاب نعم العسل السوداني نعم أثناء ما أنت بتكتبي أو بترسمي إيثار إذا تكلمين على الألوان شايفة أنت غيرتي كم يعني كم لون أنواع الألوان اللي أنت بتستعمليها؟ استخدم ألوان فابريكاستر والنوع ده يعني اثنين مع بعض والأقلام الأسود دي أقلام تحبير ترسمي شايفة أول حاجة رسمتي بالرصاص جيتي حددتي عملت التحبير أي مسحت الرصاص أنا خفت افتكرتك مسحت الكتاب غيرت رأيك خلاص جميل جدا الحاجات اللي انت بترسميها قلتي حتعملي الرسم الجرافيكي اللي هو اللي زي ما احنا عارفين الرسم على الحوائط او الكتابه على الحوائط ورينا انت قلت لي حاجه ظريفه جدا قبل التسجيل انه انت كانت مشكلتك شنو في الرسم الجرافيكي وانا وريتك حاجه معينه تعمليها شففتك ورينا يعني المشاكل اللي ملاقياكي في الرسم الجرافيكي شنو الرسم الجرافيكي هو على الحيط يلا انا برسم على السكتش واشتريت لي قبل كم يوم بخاخ لكن ما عرفت اعمله وين زكت عندي في البيت هتسمعي نصيحتي ولا طبعا عشان ابراهيم يكون معانا في الصوره يعني احنا كنا بنتكلم عن ايثار بندردش فهي جابت البخاخ يعني بس لسه ناقصه الحيطه الحيطه هي نعم فهي قالت انها هي بترسم بالليل نعم من واحده صباحا وكده يعني بتجيها المزاج بتاع الرسم عشان تدوق بالليل فانا قلت لها لا تسمى دام واحده صباحا يلا بي بالليل كده شوي اطلعي برا وحيط البيت كانه دي ما عندي وارسمي الحاجه اللي انت عايزها حمز الحياه انا بعمل الحاجات دي ممكن اعملها عادي انت عملها عادي اصلا الفنانين يعني الموهوبين زي كده ممكن يعني يعمل اي حاجه اكيد شلت معايا الجامعه برضه كنت داير اعمل في الجامعه رحت بقى الجامعه كده وفي النهايه رجعت معايا البيت تعرف لو كنت جبت البخاخ ده ولا يعني هنا في القناه دي كنا ممكن اديك حائط وزي ما شاهدنا يعني في الجمعه في حقل البرتقال يعني كان معانا فنانه رائعه جدا ويعني عملت رسم جرافيكي برضه الشعار كان بتاع قناه ام درمان عندك كل المساحات وكل الحوائط اللي ممكن ترسم فيها كانت اديني فكره من قبل قلت جبتها معي عندك برضه الفرصه بعد كده في اي وقت تجيبي البخاخ بتاعك وحبابك عشان ان شاء الله يلا عطماكي عن الرسم بتاعتك وحرجع لابراهيم تاني عايزه برضه حرجع للصفقه اول حاجه عايزه اعرف الصفقه اللي بتظبطوا بيها الايقاع دي عندكم اسمها شنو والنساء هم برضه بيصفقوا نعم يعني زي ما شاهدنا يعني في كثير من الاغاني بتاعت دارفور وكردفان غرب السودان عامه جميل الصفقه دي يعني انتوا بتسموها شنو؟ ده اعتبار ايقاع اصل غرض منه ايقاع اصلا بتقول لها بالزمن إيقاع. عشان انت تلعب ما تكون اشتر وما تطلع من الزمن وكده طيب يعني. ما تكون اشتر ايوه نعم في اشتر دي لو في زول اشتر ممكن يخرب الاشتر بيكون معروف طوال يعني زي الفنان بتطردوه ولا بتعمل اسمه مين عارفه بنطلعه من الصف طوال اي نعم بدون اي يعني زول اشتر ده في الصفقه طوال اشتر حتى في الجراري ده الكور مثلا طالع من الناس من الزمن والله طوال بتدخل في محله زول ولا كمان جيت ولا اشتر زول عارف ما اشتر يكون الشغل قاعد عندنا الجراري طبعا والحسيس وطبعا الحسيس ده بالذات يعني بعد ما الناس دكيك الهو للعاني الربا مع السهي نقع القبة دكيك الهو للعاني الربا مع السهي دي صعبة دي ده الناس يعني في شتر كتار حيكون ده الحسيس يا سلام الحسيس يعني زي صوت القمري يعني فقرر زي القمري نعم فاحنا غالينا جميلة جدا جدا وانه سام بغنم بهناك يعني الايقاع ما صفقه بس في ايقاع برضه في ايقاع برضه بالحنجر اي نعم اي نعم بالحنجر ونساء ورجال بتشاركوا في الايقاع لا الحريم دي برقصن بالرقبه برقصن بالرقبه في نفس الوقت ما ممكن يرقصوا برقبتهم وكمان يعملوا كارير لا ما الكارير ده صعبه شويه على الرجال نعم ايوه طيب حنتكلم عن النساء من جهه معينه اللي هي الحته بتاعت الحكامات عندكم طبعا ما شاء الله الحكامات دي ما طبعا كمان هندين شغل بتاعت الفروسيه جدي برير وبتكلم عن الشهامه حقت الرجال مثلا في الفرسان اذا حصلت اي مثلا الناس يعني حصلت لهم اثار في حته والناس قامت تمشي بغنن عليهم يعني عندنا الزول يعني خواف زول عار ما كويس يا سلام زول خواف بيقطعوا فيه يعني طوالي مش بيقطعوا فيه القصيدة عديل بغنوا فيه غنى عديل انت فلان معروف زول ما تمام يعني بغنن فيه وبرضه كمان بيغنوا للحصاد يلا الحصاد برضه الحصاد فيه الحصاد موجود يعني الحصاد ده يمكن عندنا هسه الزفات يا يعني مات المواسم دي طبعا الناس العراس موجود فيه
في عاداتنا وتقاليدنا مثلا نقول لك يا اخي فيها للعرس فلان نمشي الفرح، الناس بيشيلوا العانه بتاعتهم، العانه دي طبعا اي زول بيجيب قزازه وبتاع السمن وحاجات منين بتقدمها، الناس عندهم النفير بيناتهم يعني تكافل اجتماعي. اي نعم، حتى العيش الدخن في ناس بيجيبوا، في ناس بيجيبوا بهايم بدون العريس هديه وكده حسب استطاعتك. حسب استطاعتك. اي نعم، يلا الحريم بيجيب عائله براءه، والرجال بيجيبوا عندنا الشوبش طبعا معروف الشوبش مثلا 300 دي حريق خلاص ثاني بترجع عليك. يا سلام. اي نعم، الشوبش دي حاجه جميله جدا بيساعدوا بها العريس يعني. دي اسمها الشوبش. مثلا انا اخو العريس حقنا عينا. الله يفتح عليك، تروح انتم انت نظامكم بالدفدر وكذا. هسه الحكايه برضه بقت بالدفدر يعني. هاي الدفدر ده اسمه فلان بينزل اسمه، يلا الكشي بعدين بيدوه لمنه لصاحب الشيء. بقرا الناس اسماء الناس، ودي طبعا دي حاجات عادات وتقاليد الناس بتساعد بها الناس بيناتهم في عادات جميله يعني. نعم اي نعم. يلا العريس براه يذبح له بالصف. العريس ده لازم يكون اخوانه وراه. يا سلام. يعني يساعدوه عشان يكون له ركزه بعدين في حياته، بعدك يعيش حياته الزوجيه لما بعد ما يتزوج. ما هوش شيلته براه ثاني، لكن في البدايه الناس بتجيب معاه. يعني. اي نعم بتجيب معاه. ده اسمه الدعوه، يقول لك فلان ليه زفت فلان، ليه دعوت فلان وكذا، الناس بتعيش حياتها. يا سلام. فاحنا قبيله المعالي طبعا عندنا لونيه مختلفه خالص، عندنا رقص الكلندايه والجراري والطنبور والحسيس زي ما انت قلت الحكامات، عندنا الحكامه خديجه مرطوب دي طبعا حكامه درجه اولى كبيره. يعني. ايوه ما فيها كلام. يا سلام. وعندك يعني ارض الزكوم طبعا اعتزل هسه حاليا كبر في بقي سنه في السن بقى عجوز شويه يعني، بقى هسه يمكن يعني مؤذن قاعد في البيت ورجل عمنا يعني ما شاء الله يعني قدم الكثير. يا سلام. ونحن اصبحنا اليوم الزقنديه قمنا كمان نشوف يلا حقتنا دخلناها في حداثه هو بجهاز الاورجن قدام مثلا قبل شيء الغوية ده كله كان منغنيه بدون فدخلنا في الحداثة يعني. جميل. هرجع لإيثار وأثناء الكتابة برضو إيثار ووسائل التواصل المختلفة، وسائل التواصل الاجتماعي بقت هي الإعلان بالنسبة للفنان وللرسام ولكل مجالات الإبداع يعني. أنت أضافت لك شنو وساعدت في انتشارك يعني لأي مدى أو لأي درجة؟ انا بستخدم اكتر شيء الانستغرام. الانستغرام بنشر فيه هو رسوماتي وديل. يعني تعرفت على ناس بيرسموا جرافيتي كثير و يعني ساعدوني بوروني انك انت تعمل شنو تجرب شنو ده كله كده. اما في الفيس ما في ناس في الانستغرام متابعين لك كتار يعني. يلا صفحتي القديمه اتقفلت بس يا دابا عملت صفحه جديده برضو في ناس لسه يعني متابعه. الفيس ما بنشر فيه رسوماتي، ما قاعد احبه اصلا يعني. مع انه الفيس يمكن يعني اكثر يعني مشاهده من الانستغرام، ما كل الناس يعني يمكن حديثا يعني بيقول الناس بتتشهر الانستغرام عشان بالذات الناس اللي بيتعاملوا مع الصور كثير. الفيس انت قلتي برضه عندك تعامل معه خاص، برضه ورينا تعاملك مع الفيس. يلا الفيس بس يعني عندي ناس هناك يعني زول بيقول لي ارسم لي كده برسمه له هو منشره وبيعمل لي اشاره لي انا، لكن ما بنشر انا. انا انشر صور هنا برضه شخصيات وكتابات وكذا شخصيات ورسم. رسمت جرافيتي لكم واحد معانا في الجامعه وحماماد وشادن يعني كم نفر كذا رسمت لهم هم بينشروها بعدين في الفيس. لكن بدوك حقك بيعمل لك تاج يعني عشان شنو الناس تعرفك. اي اكيد تمام. برضه يعني هي في النهايه بتساهم في انه الفنان يعني فنه ينتشر اكيد. اي بقيت يعني في ناس كثيره ما بعرفهم انا يعني بيقول لي ارسم لينا ورسمك حلو كده شجعوني ذاتي على اساس اني استمر كده. جميل. واكيد عندك حيكون مستقبل مظاهر لقدام يعني احنا بنتنبأ لك ان شاء الله. وعسى السودان هي خطوه مهمه جدا في حياه كل فنان مبتدئ يعني بالذات يعني انت صغيره في السن. عطلناكي شويه في كل مكان انا صغيره كده. اتفضلي واصلي وانا حرجع ثاني برضه لابراهيم. ابراهيم المهرجانات المشاركات انت ما يعني قلت شاركت او عندك محطات في حياتك، تابع لنا المحطه دي محطه ممكن نجيف في كل محطه كويس. يعني اصلا كبدايه في مجال التراث حقيقه يعني في الرهد اخذت فتره طويله شويه فعندهم مركز نادي الشبيبه ويمكن نحيي اخونا صابر ويمه عازف الكورد يعني ماهر شديد والرشيد ده من الرهب ده كان من عائله عبد الماجد حامد خليل اللي هو نائب الرئيس سابقا فحضروني يعني نزل بالمناسبه اخذوا معي يعني جماليات ما ننساه يعني حتى العيد لما نجي يسوقوني
منازلهم يقول لي يا اخي تجي تعيد معي، طبعا زول التغريب في الحله، لكن ما حسوني بغرب والله، قعدت معهم واشكرهم يعني ظاهر وباطن يعني. بالرهد بس في الرهد كان نعم جميل. فيلا بقى انه كل ما يجي زاير بيقول يا اخي الفنجري يطلع يشتغل الشغل ده هناك في كويس. ذكرت الفنجري ذكرتني الفنجري. اي نعم وريني الفنجري، احنا وعدنا الناس انه نوريهم السر بتاع الفنجري قبل الفاصل. تمام تمام. الفنجري حتى ما وصل المحطه. الفنجري اصلا دي الوالده سمتني الاسم الفنجري. هي كانت بتقول لي ابراهيم الكويجيل يعني حاجه كان صغير وبعدين يعني زول يعني كان يعني لبيب في الكلام يعني. فالوالده بتقول لي ابراهيم الكويجيل، هو اصله عندنا عم اسمه ابراهيم الكويجيل انا مسمع له. شلت الاسم ولا غبلتني؟ لا اسم عادي، انا اسمي ابراهيم ادم عبد الكريم الشيخ اسمه الكامل. واسم الفني جابوا لي الفنجري. الفنجري دي يعني بالمناسبة انه انسان الفنجري دي زول يعني له باع يعني بيخدم الناس وبيجي في الحر وفي الباردة، المهم رجل سري يعني في كلمة الفنجري. فانطلقت علي كلمة الفنجري ذاتها يمكن زمن طويل خالص، وبعد ذاك انا قمت عملتها شنو يعني زي ما انك الفنان طبعا اسم شهرة، اسم شهرة زي ما كان عمر احساس لما جاء قال انا عمر احساس، واحمد شارف قال انا احمد شارف، وانا كمان قلت ابراهيم الفنجري. المهم الامور تمشي يعني زي ما يكون مميز على حسب اعماله الفنيه. من الرهد؟ في رهد دكنا اساسا اشتغلنا مع مع العازفين الصابر ويما وامجد، دي الناس اللي كانوا صاحبين معي فتره طويله. وبعدها جيت كوستي اشتغلنا في النادي الفرنسي الابيض معهم، كان مهرجان كان كويس جدا جدا. عندهم شهاده، جبت لهم شهاده تقديريه، هسه قاعده في نادي الشبيبه باسم ابراهيم الفنجري. وجيت رهد بقصد كوستي قعدت فيها فتره. عندنا اخونا نحيي اخونا الحاج زومبا اللي هو العازف الاكوردون يمكن ماهر شديد رقبت كيف ليه خالص. وعندنا عبد الخالق من المحس رجل ممتاز شديد ماسك طبعا موظف في السكه حديد ساكن بلده والله يحيي بعبره يعني رجل ما شاء الله يعني وقفنا معاه. غنيت هناك في كوستي؟ غنيت في كوستي حتى في اغنيه بكارين كطير حنين دي اشتغلتها يمكن اول اغنيه نغنيها في كوستي ولقيت قبول، حتى الناس بقوا بيسموني بكارين كا خلي اسم الفنجري في كوستي. جميل. بعد كوستي فناس كوستي ناس يعني ما شاء الله. ومن بعدها فقال لي يا اخي انت المفروض تمشي الحضر عشان تواصل تعمل لك رخصه كفنان وجي صوتك وقت ذاك الان كان ماسك تجاني حاج موسى. يا سلام. فقمت اتحررت المحلي هناك مشيت ولا الجزيره واتمدني. لقوا انه لونيتي مختلف من لونيه الفنانين كلهم جايطين في حته واحده. يلا الفنجري نزلوا طوالي مع الاصطاف. فعلا نزلوا لقيت حظي معهم. جميل. واشتغلت المهرجان وقت ذاك كان الان انا ذاك الوالي عبد الرحمن نصر الختم وناس مدني برضه اخذت معهم حكايه بتاعت فتره شهر شهرين واشتغلنا المهرجان. بعد المهرجان طوالي دخلت اللي هو المجال اجهزه الصوت وجهاز الصوت الحمد لله، خط الروم مجلس المهنه الموسيقيه، والان في الخرطوم بابناي في حله كوكو ان شاء الله. جميل جدا. والتحيه لاسرتك الصغيره واسرتك الكبيره. حنسمع شنو بعد المحطات والجولات يعني؟ البعد للمايله. البعد للمايله ظاهرين طبعا. اي نعم اكيد. البعد للمايله وان شاء الله دائما. كلمات برضه سليمان عطيه رجل اخونا شاعر يعني هسه حاليا في الاذاعه. نعم اليوم التحيه كل الشعراء والملحنين في بلادنا. نستمع لابراهيم ونتواصل معه. البعد له المايلة عجبوا لتكاتبوا وتشربوا العيلة عجبوا لتكاتبوا البعد له المايلة عجبوا لتكاتبوا وتشربوا العيلة وسمحوا قضوا سمعتهم طايلة وسووا سمحوا قضوا سمعتهم طايلة وفي العزة هم مضوا عجبوا لتكاتفوا مكانتهم عالية عجبوا البعد للمايلة عجبوا لتكاتفوا قديل شرفوا العيلة.
يستعدلوا الميلة، عجبوني تكاتفوا وديل شرفوا العيلة، عجبوني تكاتفوا. البس لكم قبض وعجبوا ويشرف القايلة عجبوا، الفتحة لشايلة عجبوا نتكاتف، وبجابة الله رضوا عجبوا نتكاتف، وما قرتم زايلة عجبوا نتكاتف، البعد للميلة عجبوا نتكاتف، هذه لشرف العيلة عجبوا نتكاتف. في حكرهم مدوا وفي الدار مدوا لبدوا، وديل تربوا حصدوا وساعوا الإبل نشغوا، وفي حكرهم مدوا وديل تربوا حصدوا، وفي حكرهم مدوا عجبوا، وفي الدار مدوا لبدوا عجبوا نتكاتفوا، وساعوا الإبل نشغوا عجبوا، وما للعرب في خير عجبوا، وكيف يحل عدو عجبوا، ويحرق البقير عجبوا نتكاتفوا، يا ويل لو قصدوا عجبوا نتكاتفوا. البعد للميلة عجبوا لتكاتب، وديل شرفوا العيلة عجبوا لتكاتب. في حكرهم مدوا وفي الدار مدن وبدوا عجبوا، وديل تربوا حصدوا وساعوا الإبل نشغوا، وما للعرق في خير وكيف يحل عدو عجبوا، ويحرق البقيع عجبوا لتكاتفوا، يا ويل لو قبضوا عجبوا لتكاتفوا. البعد للميلة عجبوا لتكاتفوا، هاديل شرفوا العيلة عجبوا لتكاتفوا. ألبس لكم قبضوا عجبوا، ويشرف القايلة عجبوا، الفتحة لشايلة عجبوا، وبجابة الله رضوا عجبوا لتكاتفوا، ما قرتم زايلة عجبوا لتكاتفوا. البعد للميلة عجبوا لتكاتفوا، ودي شرفوا العيلة عجبوا لتكاتفوا. البعد للميلة عجبوا لتكاتفوا، وديل شرفوا العيلة عجبوا لتكاتفوا. البعد للميلة عجبوا لتكاتفوا، وديل شرفوا العيلة. تعتا إبراهيم شكرا لك، وشكرا حاتم المرافق لإبراهيم في الأورج إيثار مندمجة. وعندنا ليكي بعض الصور والرسمات والكتابات اللي انت مشخبطاها، احنا بنقول شخبطة للرسم زي ما انت قلتي هو شخبط اكيد، حنعرضها عليكي وورينا يعني اكيد كل رسمة انت رسمتيها وكل حاجة انت كتبتيها عندها معنى بالنسبة ليكي. مع مخرجنا حنستعرض رسمات إيثار، وإيثار تتعلق لنا على كل رسمة اكيد. نشوف أول رسمة. أول رسمة لي بالجرافيتي رسمتها يوم 16/2015 يعني الشهر ده داو.
رسمت على واحد معانا اسمه منتي، ده هو اصلا اداني فكره يعني اني ارسم جرافيتي وكده. الرسمه يلا بعديها دي رسمت على واحد معانا اسمه عبد الله، عبد الله عبد الحليم عبودي. كتبتي له اسمه يعني؟ اي جميل. ودي صاحبتي شادن، دي هل معي في الجامعه مع بعض كلنا كده يعني. صاحبتك شديد؟ اي. برضه معانا في الجامعه اسمه حسن، كان ده حسون. ده مامادو، ياهو مامادو ياهو كان بيشجعني وبيجيب لي صور وبيقول لي جربي كده واعملي كده. جميل. رسمت الاسمه. يعني ناس مغلبينك في الجامعه طبعا، ما يعني كتبتي اسماء الدفعه كلها. بس كده. اي زول كتبتي لي ده ليه ما كتبتي لي اكتبي لي برضه. تمام. دي صاحبتي لنا 7 سنين ولا كم مع بعض، تقرا طب في النيلين برضه وماما. دي صاحبي برضه اسمه طلال، برسم برضه جرافيتي. ياهو ده نعمل لنا حاجه مع بعض وكده يعني. يعني شغل نشتغل ترسموا نفس الرسمه مع بعض ولا تشتغلوا في نفس المجال يعني في نفس لا نرسم جرافيتي مثلا، قال لي ناخذ الاسبوع كله نرسم، اخر اسبوع نجي نشوف دي رسمه كيف تتناقشوا فيها يعني تشوفوا اللون ونجيب لنا افكار جديده كل مره. جميل جدا، ده يمكن بيساعد في انكم تطوروا يعني نفسكم زياده يعني. اي جميل. واللي بعده دي صاحبتي برضه غفران. سمعت الاسمه اي زول بيقول لي غفران بيت وعامله لها هيكل عظمي وموضوع زي ده. التحية برضه لزميلة غفران، دي بتحب الحاجة زي دي. اها حلو. تاني في الدفتر يعني برضه ما شاء الله مليان يعني، ما تدسي من نورينا كلها رسومات. دي برضه ده هو مامادو اداني فكرة الاسم سميرف عايز دي اداني لها الفكرة مامادو. دي جيتارست، رسمتها لوحدين معانا في الجامعة بيعزفوا على الجيتار. على عايزين جيتار. دي هل كل الناس بيحبوها؟ دي شخصية ظريفة ولا شو بتاعت الفيس؟ زولة ظريفة بتاعت الفيس. زولة ظريفة دي يمكن يعني كل الناس بيجت تعرفها وبيجت تتكلم بلسان أي شخص يعني. أي وتعبر عنها. في تعليقات جميلة وعندها حكم يعني وعبار وكده. أي فبيجت معروفة. دي رسمتها لمحمد خالد برضه معانا، كاتبة لي حموتشي كمان. أنا بريد اللونه أسمر. شوكولاتة زايدة سكر. يا سلام. ريال مدريد. من يعشق الرياضة. هاي. دي رسمتها لواحد معنا اسمه محمد عوض. يعني بشجع ريال مدريد وكده. رسمتها له. أنس برضه معانا زميلنا برضه بيحب الدوري الأسباني والأوروبي أكيد برضه له التحية. دي الشخصية الكرتونية هل مسمي عليه دبدوبي. جامبول. دي ما بتشابهه بمناسبة، أنت مسمية دبدوبي كسا عشان بتحبيه. عشان بحب جامبل انا سميت عليه. هاي ما بيشبه اصلا. شايل ورقه وكاتبه له 0/10. نتائجنا كانت يوم الاثنين الفات احنا. اها ان شاء الله. تعال الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله والتوفيق دائما. امين يا رب. دي يا ثاني رسمه لمونتي، كان هو اداني فكره رسمت له الاولى طلع عشينه. تمت له الثانيه. طلع عشينه دي انت اللي بتقيميها ولا هو اللي قيم او لا؟ ما هو ما قال لي طلع عشينه. انت اللي قيمتيها. اي ما انا عشان دي اول تجربه لي قلت ما حلوه، قلت ارسم له واحده ثانيه. هو مع انه عجبته وخطاها في البروفايل وكده. جميل. كنت ارسم له واحده ثانيه. دي بمناسبه انه خدتها يعني في البروفايل كده يعني برضه لما تحسي انه زول قيمك بحاجه دي بهاشتاج ولا بالرسمه زي ما قلت في البروفايل كيف احساسك بيكون؟ اكيد بفرح شديد. يعني اي سعيد زول رسمت له خدت رسمة في البروفايل على نزلها في انستغرام وعمل لي تاك بكون فرحانه شديد. يا سلام. دي عملتها لمحمد زكي. عامله له ميدو شخبطه و... دي هي هو زاد بيقول عليه شخبطه وكده. الشخبطه دي فيها عندها مزاج معين بتشخبطي ومرات تكتبي حاجه مفهومه. الشخبطه دي جاتني فجأة اصلا. ما هي هو مزاج يعني. اي مزاج يعني. جميل. كنت فاضي عملتها. اكيد ابدعتي في كل الرسومات واختيارك للالوان رائع. حنرجع في نهايه عرض الرسمات للكتابه بتاعت عسل سودان اللي هي انت مهدياها لينا. بس حابه ارجع لابراهيم ثاني، واحنا تقريبا في الخواتيم واحنا طماعين، حنرجع للمحطه بتاعت كوستي تدندن لنا الاغنيه اللي انت اشتهرت زي ما بيقولوا او عملت صدى عالي في كوستي. وبرضه نرجع وتختم لنا بكلمه اخيره، بس اول حاجه دندن لنا الاغنيه بتاعت كوستي دي ومحطه كوستي دي بالذات. جميل. في ناس طلبوها وكده. الاغنيه اسمها بكارينكا الطيره حنين. بكارينكا الطيره حنين، بكارينكا
تطير حنين. انا بريدك موت وتاني ما في بديل، اريدك موت وتاني ما في بديل. افكارك طير حنين، افكارك طير حنين. انا بريدك موت وتاني ما في بديل، اريدك موت وتاني ما في بديل. قلبي الشقي نهاية سعادك بتلاقيه، وقلبي الشقي في النهاية سعادك بتلاقيه. شمسك نورت في يوم لقانا في وقت الدرد، شمسك نورت في يوم لقانا في وقت الدرد. أبكارك طير حنين، أبكارك طير حنين. أنا بريدك موت وتاني ما في بديل، أريدك موت وتاني ما في بديل. بعدك تخش في الموسيقى ان شاء الله. جميل جدا. حرجع لايثار في الختام مع ايثار، ونشوف اللوحه او الرسمه او الكتابه وصلت لاي مدى. عسل سوداني باللغه الانجليزيه. اكيد كل الفريق العام بتاع عسل سوداني بيشكرك على الهديه دي. يعني برضو زي ما زملائك في الجامعه بيقول لك اكتبي اسمنا، انا برضه هقول لك اكتبي اسمي في النهايه، حقعدك بعد الحلقه برضه. عايزين الطموحات، الامال، الاحلام. دايما انا بسال الفنان عن الحاجات دي لانه بيكون عنده حاجات كبيره جدا. انت صغيره يمكن في السن، لكن برضه بيكون عندك احلام ومدى انت عايزه توصليهم. بس عايزه اتعلم الجرافيتي على الحيط اهو، بخاخات وموضوع زي ده. بحلمك يعني. اي عايزه اتعلمه ان شاء الله، يعني يتطور الرسم يعني لا اكثر واكثر. تحلمي يتطور الرسم عامه في السودان، وظهرت يعني يمكن وسائل التواصل والتلفزيون وكذا، يعني جميع الوسائل التكنولوجيا وصلت الفن لمراحل متقدمه. اكيد ده انا بشكرك ايثار، شكرا لك. وعندك كلمه اخيره لبرنامج عسل سوداني ولكل الناس اللي بيشاهدوك. شكرا لكم انتم، وبشكر قناه ام درمان انها استضافتني وخلتني نعرض رسوماتي دي. وبشكر يعني ناس البيت شجعوني، واذا شجعني من ناس البيت او من ناس الجامعه. واحنا كمان بنشكرك ايثار على الحضور الانيق، ولك التحيه، واكيد بالتوفيق في كل حياتك الفنيه والعمليه والاكاديميه اللي هي طبعا اهم. وان شاء الله دائما بالتفوق ان شاء الله. ان شاء الله اكون معكم مره جايه. ابراهيم ادم عبد الكريم، ودعديلة زي ما نقولوا، محلية دعديلة وشرق دارفور، القادم من الشرق دارفور. اكيد ليك التحية، شرفتنا ليلة ونورتنا وابدعت وامتعتنا بالالحان والكلمات والصوت الجميل. ليك التحية والسلام من عسل سوداني. لا يا الله مشرف بعسل سوداني. شكرا لك. يلا ممكن في اغنيه اخيره ولا؟ ايوه اكيد حنستمع الاغنيه الاخيره بعد ما الطير حنين. حنستمع الاغنيه الاخيره في نهايه البرنامج. نعم، بعد ما تدينا الكلمه الاخيره نودع الناس بعدين نسمع. خلاص تفضل ادينا كلمه اخيره. انا اقول يعني احيي هذا التلفزيون الجميل الفتي، والله اتمنى له الازدهار يعني، وان شاء الله يكون عالمي لكل بعيد وقريب. والله ويعني شرحت قلبي، اللهم يشرح قلبكم منها كلمة آية. والله أجمل حتة أنا أغني فيها الليلة بس معاكم أنتم ناس درمان بأمان، يعني قلبي يشرح لكم شديد. وبعدين حتى الناس المصورين يعني الله يكرمهم ويزيدهم أكثر ويزيدهم دافع ويكونوا أحسن ناس في الفضائيات، ونتمنى لهم الازدهار يعني. اكيد دائما نتمنى لك تقدم ومشرفنا ومنورنا. شكرا ابراهيم ادم قادم من شرق دارفور. شكرا الباش مهندس وفنانة المستقبل ايثار يوسف. شكرا اكيد لكل الناس طلعت معي حلقة عسل سوداني لهذا الاسبوع. شكرا للزملاء خلف الكاميرات وللزملاء في الكنترول. اكيد شكرا لكم اعزائي المشاهدين، ودائما تابعوا اخبار برنامج عسل سوداني على صفحتنا على الفيسبوك. ولحد ما نتلاقى الاسبوع الجاي خليكم دائما بصحه وعافيه، ونستمع لابراهيم في ختام برنامج عسل سوداني لابكارينكا الاغنيه، ونشوفكم الاسبوع الجاي. مع السلامه. انا عايزه اشكر زول معلش. اوكي. بشكر والله يا احمد جمال برضه كان بيساعدني في الرسم، ورينا رسمات وبرضه برسم جرافيتي وكذا يعني. وشكر في نهايه عسل سوداني لاحمد جمال. شكرا لكم مره ثانيه، الى اللقاء. We'll be right back.
أفكارك طير حنين، أفكارك طير حنين، أنا بريدك موت تاني ما في بديل، أريدك موت وتاني ما في بديل. نهاية سعدك بتلقي قلبي الشقي، نهاية سعدك بتلقي، شمسك نورت في يوم لقانا في وقت الدرمات، شمسك نورت في يوم لقانا في وقت أفكارك طير حنين، أفكارك طير حنين، أنا بريدك موت وتاني ما في بديل، أريدك موت وتاني ما في بديل. قلبي الشقي نهاية سعدك بتلقي، قلبي الشقي نهاية سعدك بتلقي، شمسك نورت في يوم لقانا في وقت الدرمات، شمسك نورت في يوم لقانا في وقت أفكارك طير حنين، أفكارك طير حنين، أنا بريدك موت تاني ما في بديل، أريدك موت وتاني ما في بديل. سعيد اليوم الجابني لبيتكم دي، سعيد اليوم الجابني لبيتكم دي، يا عاشت الدرنا زارعوك بالوريد ناسكوك، يا عاشت الدرنا زارعوك بالوريد ناسكوك، افكارك طير حنين، افكارك طير حنين، انا بريدك موت وتاني ما في بديل، اريدك موت وتاني ما في بديل. سعيد اليوم الجابني لبيتكم دي، سعيد اليوم الجابني لبيتكم دي، يا عاشت الدرنا زارعوك من وريد ناسكوك، يا عاشت الدرنا زارعوك من وريد ناسكوك، افكارك طير حنين، افكارك طير حنين، انا بريدك موت تاني ما في بديل، بريدك موت وتاني ما في بديل. أفكارك طير حنين، أفكارك طير حنين، أنا بريدك موت تاني ما في بديل، بريدك موت وتاني ما في، أنا بريدك موت تاني ما في بديل، بريدك موت تاني ما في، أنا بريدك موت تاني ما في بديل، بريدك موت وتاني ما في بديل. We'll be right back.